طيب نكمل. إذا حكينا الآن بدنا نكتب الـ implementation أو الـ definition تبع الـ function اللي سويناه له prototype. بالـ prototype حكينا للـ compiler ثلاث معلومات: شو اسم الـ function، شو بيستقبل الـ function parameters، شو أنواع الأشياء اللي بيستقبلها وكم عددهم، شو ترتيبهم، وشو بيرجع الـ function كنتيجة كـ output كنوع، شو بيرجع. هاي المعلومات اللي أعطيناها للكومبايلر بالبروتوتايب. الآن بناء عليها بدنا نبني الimplementation أو definition تبع الفونكشن. definition أو implementation تبع الفونكشن بدنا نعمله، اتفقنا لازم يكون برا المين، لأنه ما بصير function يتعرف داخل function ثاني، ما بصير. واتفقنا أنه المين عبارة عن function، فما بصير يكون في فانكشن جوا فانكشن كتعريف، اما بصير فانكشن يستدعي فانكشن ثاني. اما ما بصير يتعرف فانكشن جوا فانكشن ثاني. طيب. فهون بدنا نعمل الفانكشن implementation or definition. طيب. الـ implementation او الـ definition بيبدا بالبروتوتايب. يعني منجيب البروتوتايب، هاي اسهل طريقه. نجيب البروتوتايب، بنلغي السيميكولن اللي بنهايه البروتوتايب، وبننزل سطر، بنفتح قوس مجموعه وبنسكره. الامبلمنتيشن الان بده يجي بين اقواس المجموعه، بس قبل لا ابدا فيه لازم ارجع للهيدر هنا اللي هو جبته من البروتوتايب، واضيف عليه اسماء للباراميترز. فباجي مثلا هون بحكي له انتجر، بعطيه اسم اكس، بس اسم للبارامتر. اما للاوتبوت ما بعطي اسم، ليش؟ لانه وانا بشرح لكم حكيت لكم انه الاوتبوت بتخزن باسم الفانكشن، هو مش بحاجه لاسم، بتخزن باسم الفانكشن. اوكي، فالاوتبوت ما بنعطى اسم. اما الانبوتس البارامترز بدهم ينعطوا اسماء. الان this is a must، لازم بالimplementation لازم ينعطوا اسماء. وحكينا بالبروتوتايب ممكن حدا يعطي اسم، فافرض انه اعطى اسم واي، فرجو ما بيعطي ايرور، ما بحكي هون معطيني اكس وهناك معطي واي، بس هو بيعتمد مين؟ بيعتمد الاكس. هذا بيعمل له اجنور، ليش؟ لانه هذا السكوب تبعه بيخلص عند اول سيميكولون، هيها اول سيميكولون خلص، فما استفاد منه، عرفه ولغى. اوكي، مشان هيك هون كتبت او ما كتبت ما بتفرق، الاسم المعتمد اللي تحت اللي بالامبلمنتيشن هذا الاسم اللي معتمد. اوكي، فلما انا احكي انتجر اكس هون يعني عرف لي فاريبل داخل الفانكشن اسمه اكس. شو ميزته عن اي فاريبل ثاني بتعرف داخل الفانكشن؟ لو عرفت هون انتجر واي مثلا، شو بتميز الاكس عن الواي؟ اثنين لوكال فاريبلز، واثنين ما بتعرف عليهم الا وهو داخل الفانكشن، بس هذا ميزته انه بيقدر يستقبل فاليو عند الاستدعاء، يستقبل فاليو من برا الفانكشن، بيقدر يستقبل فاليو من برا الفانكشن. تمام، اما هذا الفاريبل اللي جوا الفانكشن ما بيقدر يستقبل فاليو الا من جوا الفانكشن، واحد يعمل له زي هيك. تمام، طيب خلينا نرجع للفانكشن اللي احنا بدنا اياه. فخلينا ما خلينا جدلا نسمي الفاريبل زد. تمام، بكتب عندنا زد عشان اخليه مختلف عن الفاريبل اللي هون اللي بالمين، ومرة نخليه نفسه ونشوف يعني هل بيفرق ولا لا. خلينا نسميه زد الفاريبل اللي انا بستقبله. اذا انا فعليا شو اللي بدي اعمله الان؟ الفانكشن هذا، الفانكشن هذا استقبل الفاريبل زد وفي قيمه. الان شو بدي اعمل في القيمه؟ ما بصير اجي اعطي قيم للبارامترز داخل الفانكشن داخل الامبلمنتيشن. البارامترز الهدف منها تستقبل قيم عند الاستدعاء، مش بعطيها قيم هون، مش باجي بقول له هون زد يساوي 10، لا. اوكي؟ اوكي، هو ما راح يعترض، هذا لوجيكال ايرور، ما بعترض علي هون. بس انا شو بكون سويت؟ بكون
عند الاستدعاء استقبلت قيمة مثلا اللي هي 8 للزد، أول ما دخل هون غيرها قلبها لعشرة، شو استفدت؟ ضيعت القيمة اللي استقبلتها من اللي استدعاني اللي بده يستخدمني. اوكي، فإذا ببني الفانكشن على فرضية إنه الزد هذا البارامتر رح تيجي قيمة عند الاستدعاء، لأنه الفانكشن لا ينفذ إلا إذا تم استدعائه. طيب فالآن شو بدي أعمل بالقيمة اللي استقبلتها؟ بدي أربعها. أبسط طريقة للتربيع إني أقول له زد ضرب زد، هيك بيربع، يضرب الفاليو بنفسها. طيب صير سؤال، وين أخزن هاي الفاليو اللي انضربت بنفسها؟ ممكن أعرف لها variable، ممكن أقول له integer r اختصار للresult مثلا، وأجي أقول له r تساوي زد ضرب زد. فبالتالي إذا الزد استقبل قيمة 3 بيجي هون بيقول لي 3 ضرب 3 9، بخزنها بالآر. استقبل قيمة 5 بيقول لي 5 ضرب 5 25، بخزنها بالآر. طيب الآر local variable، إيش مشكلتي؟ مشكلتي إني بعد ما أستدعي ما بقدر آجي هون أقول له اطبع لي الآر اللي خزن فيها القيمة. فرشو أعطاني عليها؟ أعطاني error undefined variable. ليش؟ لأنه الـ R معرفة جوا الـ function SQR، مش معرفة جوا المين، فما بيقدر يعمل عليها access. ولو واحد إجي قال طيب عرفها جوا المين، اكتب R هنا. أوكي، هاي الـ R تختلف عن هاي الـ R، في R خاصة للـ SQR هيها، وفي R خاصة للمين هيها، بيختلفوا عن بعض، هذا ما بتحل المشكلة. طيب فكيف بدي أحل المشكلة؟ بدي زي ما البارامتر كانت طريقة إني أستقبل value من برا الفانكشن عند الاستدعاء، هيني بعثت له الx يحطها بالبارامتر اللي هو z، هاي طريقة إني أستقبل value من برا الفانكشن. الآن بدي طريقة إنه الفانكشن يبعث value للعالم الخارجي للاستدعاء. فإيش هي الطريقة؟ العالم الخارجي عنده اسم الفانكشن، فقلنا أسهل إشي إني أخزن النتيجة باسم الفانكشن. كيف بدي أخزن النتيجة باسم الفانكشن؟ في الكيورد اللي اسمها return، هاي اللي كنا نشوفها بالمين وحكينا بعدين نعرف معناها. أوكي، في الكيورد return، return يعني رجع، رجع النتيجة، رجع النتيجة باسم الفانكشن. طب ايش هو؟ ما بقدر يخمن شو النتيجة، وشو بعرف انه النتيجة بالزد موجودة ولا بالآر موجودة، ولا اذا عنده كمان variables y وf وكذا، يعني كيف بده يعرف الفانكشن؟ انت قصدك return، اوكي return للنتيجة حطها بالSQR، بس مين هي النتيجة؟ لازم تقول له مين النتيجة، فبتيجي بتقول له return r، انه النتيجة موجودة بr. فهيك ايش بيعمل؟ بيحكي القيمة اللي موجودة بآر واخذ نسخة منها، بغض النظر كم هي، 25 49 بغض النظر كم القيمة، القيمة الموجودة بآر باخذ نسخة منها وبروح برجعها بخزنها باسم الفانكشن، وريتيرن بترجعه للمكان اللي استدعاه، برجع لهون. فالآن اسم الفانكشن صار فيه القيمة اللي بدي اياها، النتيجة بيقوم مثلا هون اخزنها بالواي بعدين بطبعها، أو ممكن أقول له مباشرة اطبعها. خلينا نرجع مثلا لشغلة إنه يطبع مباشرة، ممكن هون نقول له cout sqr وend. طيب الآن نشوف هيك لما ننفذ ايش اللي بيصير، نشوف هل فعليا بيطبع لي ال SQR لل X اللي هي 8، يعني بدها تصير 64. ينطبع 64. طيب مهم هون كثير، يعني هو simple program بس مهم نحكي كيف الطريقة الصحيحة لتتبع، مشان later on يعني نرتاح بهذا الاشي. الآن بالتتبع لما يكون في عندي functions
بدي احرص اني اعمل سكوب لكل فانكشن، نسميه سكوب للمجال تبع الفانكشن اللي بتعرف فيه الفاريبلز تبعونه. فباجي اول ما ابدا تتبع باجي بحكي انا بالمين بروجرام، هذا السكوب تبع المين، تمام؟ دائما ببدا من المين لانه ما في إشي بتنفذ الا المين. المين حكينا مين بيستدعيه؟ اني اعمل رن، اجي احكي ديباج ستارت وداوت ديباج، هيك بعمل رن للمين، هيك بيستدعي المين. فالبرنامج الفانكشن الوحيد اللي بتنفذ لحاله المين. الان باقي الفانكشنز يعني انا بيجي على المين بنفذ الجمله الاولى الثانيه الثالثه بعدين بنتهي المين. اذا ما في إشي حكاله نفذ الـ SQR ما بيكمل لحاله، هو بس بنفذ المين، بنفذ من هون لهون. إذا جوا المين في أمر قال له روح نفذ الـ SQR بيروح بنفذه وبعدين بيرجع يكمل المين من عند ما وقف. اوكي طيب، فإذا بدينا بالمين، بيجي أول إشي هي أول جملة بالمين، عرف لي فاريبل اسمه X وحط فيه 8، هذا داخل سكوب المين، هذا لوكال فاريبل للمين. فبيجي عرفنا فاريبل جوا المين اسمه X وحط لي فيه 8. بعدين اجى قال لي سي اوت، لكن جوا السي اوت في جمله بده يحسبها بعدين يعمل لنتيجتها سي اوت. مش احنا كنا بالسي اوت نقدر نكتب 2X، بيجي بيحسب 2X بعدين بيطبع النتيجه. فهون بده يحسب الـ SQR of X بعدين يطبع نتيجتها. فـ SQR of X لأنها function شو بعمل؟ بيقول بدي أعلم وين وصلت، بيعلم الكومبايلر إنه وصل لهنا، بيروح الآن بنقل التنفيذ للـ function اللي اسمه SQR. كيف بنقل له التنفيذ؟ بيفتح سكوب جديد اسمه SQR. وببدا من البارامترز، البارامترز هم فاريبلز لوكال فاريبلز جوا هذا السكوب. فبيجي بعرف فاريبل اسمه زد، لكن هذا الفاريبل ما بنترك فاضي، هذا لازم تكون وصلته قيمه من الاستدعاء. فاذا نرجع للاستدعاء هو بعث قيمه الاكس، بعث قيمه الاكس، نركز على كلمه قيمه، الفاليو تبعت الاكس. هو ما بعث الفاريبل اكس، ما اجى نقل الفاريبل اكس قال له تعال بدي اجيبك هون، لا، هو بس اخذ قيمه الاكس. كم قيمه الاكس؟ 8. قال له روح حطها بالزد، يعني زي كانه كتب هذا الاستدعاء مكافئ للزد يساوي اكس. وهاي الجمله ترى ما بقدر اكتبها ولا مكان، بقدرش اكتبها بالمين. ليش؟ لانه المين بيعرف الاكس بس ما بيعرف الزد، الزد لوكال فاريبل بالفانكشن اس كيو ار، ولا بقدر اكتبها بالاس كيو ار لانه الاس كيو ار بيعرف الزد بس ما بيعرف الاكس. فما بقدر اكتبها لا بالمين ولا بقدر اكتبها بالزد هاي الجمله. فما الها حل الا هاي الطريقه، اني استدعي. لما استدعي عملت انا هاي الجمله، قلت له زد يساوي اكس، زي كانه لما حطيت الاكس هون بعثها للزد، فزي كأنه كتب زد يساوي اكس. شو معنى زد يساوي اكس؟ خذ قيمة الاكس خزنها بالزد، وبالتالي الزد بتصير قيمتها كم؟ 8. وبيبدأ الآن ينفذ هون، بيجي على أول جملة انتجر ار، فبيعرف لوكال فاريبل جوا هذا السكوب اسمه ار. بعدين assignment بيحسب اللي على يمينها، بيقول زد ضرب زد، الزد فيها كم؟ 8. قول 8 ضرب 8 64، وين بخزنها؟ بالآر، فالآر بتخزن فيها 64. طيب بعدين بيجي لآخر جملة موجودة بالفانكشن اللي بدنا نعرف شو بالضبط تنفيذها، return R. الريتيرن زي جملة السي أوت، بحسب اللي جواتها أول إذا كانت إكسبريشن، هي مش إكسبريشن جاهزة R. فبيجي بيقول الار قيمتها كم؟ 64. بيجي بخزنها وين؟ باسم الفانكشن. بس الريتيرن شو بتعمل لي كمان؟ فرجوا ركزوا بالريتيرن شو بتعمل. الريتيرن تيجي
تلغي السكوب تبع الفانكشن، تنهي بتدمر الفانكشن، تلغي السكوب تبعه. لما يلتغي السكوب تبعه بتدمر الفاريبلز اللي جواته، ببطل في فاريبل اسمه زد وببطل في فاريبل اسمه ار. عشان هيك قلنا بناخذ قيمه الار منخزنها باسم الفانكشن، بصير باسم الفانكشن مخزن قيمه 64. آخر إشي بتعمله الريتيرن بعد ما تلغي الفانكشن وتلغي كل الفاريبلز اللي فيه وتخزن القيمة اللي قلنا لها عنها باسم الفانكشن، بترجعني للنقطة اللي علمتها، للمكان اللي استدعاني، ترجعني لهون وبتنفذ الجملة اللي أنا ما نفذتها، علمتها وقلت بدي أروح أنفذ الفانكشن بعدين أرجع لك. فالآن رجعنا لوين؟ لهذا السكوب. هذا السكوب بعده فيه، ما تدمر هذا السكوب، بعده فيه الفاريبل اكس اللي قيمته 8. بس احنا ايش اجينا قلنا له؟ اطبع لي اس كيو ار تبع الاكس. الاس كيو ار في مخزن فيه الفاليو 64 قبل لا يدمر الفانكشن وينتهي، خزننا فيه ال 64. فالان زي كانها سي اوت لل 64. شو يعني سي اوت لل 64؟ على شاشه الاوتبوت بيطلع لي 64. ما في شاشة output للمين وشاشة output للاس كيو ار، لا، شاشة الاوتبوت واحدة، اما السكوبس كل واحدة لها سكوب مختلف. فعملنا اس كيو ار لل 64 ونزلنا سطر، وبعدين الريتيرن 0 انهت لي الفانكشن المين. بروح المين ببطل فيه variables لكن الاوتبوت ظل موجود 64. تمام، هذا التتبع مهم، هذا simple program، لكن هيك التتبع اللي بيصير. الآن لو إجا واحد قال طيب أنا بدي أعمل اسم الباراميتر مش زد اللي بالفانكشن، بدي أعمله إكس، ما في مشكلة. وباجي هون بقول له إكس ضرب إكس، أوكي، تطلع نفس النتيجة. أربعة وستين، ما عنده مشكلة. الآن ننتبه إنه إيش فعلياً اللي بيصير، إنه الإكس هاي ما إلها دخل بالإكس، هاي two different variables. هاي الإكس اللي بالمين تعرفت بسكوب المين، هيها هون، ونحط فيها 8. بعدين لما إجيت استدعيت فتح سكوب جديد بلش ينفذ فيه، لقى إنتجر إكس، تتعرف إكس ثانية هون، لكن جملة الاستدعاء جابت قيمة الإكس اللي بالمين حطتها بالإكس اللي بالفونكشن وصاروا نفس القيمة، أما ما إلهم دخل ببعض. يعني إذا تعدلت واحدة ما بتتعدل الثانية، كيف؟ إذا تعدلت واحدة ما بتتعدل الثانية. كيف ممكن نكتشف هذا الإشي؟ ممكن واحد يجي يحكي، خلينا نشيل الأشياء بس عشان نفهم أكثر. ممكن واحد يجي يحكي هون اطبع لي قيمة الإكس، تمام، مشان نعرف إنها هاي الجملة اللي بالفونكشن، خلينا نطبع معها جملة نقول له إكس تبعت الأس كيو آر إيش تساوي، ونفس الجملة نيجي نكتبها بالمين مثلا. ونقول له إكس تبعت المين إيش تساوي. طيب هون الأصل إيش يطبع؟ إكس تبعت المين قيمتها 8، وإكس تبعت الفانكشن تبعت الـ SQR كمان قيمتها 8، ما في إشي يعني عدل عليها. هاي X ضرب X ما بتعدل على X، النتيجة تخزنت بالـ R. أوكي، فهون الأصل الثنتين 8 طبعا. قبل لا أعمل Start Without Debugging، مين بنطبع أول؟ الـ X تبعت المين ولا الـ X تبعت الفانكشن؟ هو بيبدأ ينفذ بالمين، وإجت الجملة هاي اللي هي اطبع لي اكس المين قبل لا يستدعي الفانكشن، فبالتالي بده يطبعها اول بعدين يستدعي الفانكشن، بنتقل لهون
بيعرف الـ X وبيحسب الـ R وبيطبع قيمة الـ X قبل لا يرجع. بس يرجع بخلص. Okay. Then start without debugging. طبع لي X المين 8. X الفونكشن 8. بعدين قيمة التربيع 64 نتيجة الفونكشن. طيب الآن الحركة اللي بدي أعملها إني آجي أقول له هون بعد ما حسبنا الـ R حسبناها بطريقة صحيحة ضربنا الـ X بالـ X بدي أقول له X plus plus يعني زيد الـ X واحد. آه شباب مين بيعرف؟ يلا مين بدي يشارك؟ مين بيعرف شو اللي بيصير؟ هذا عنده فكرة؟ طيب خلينا نتبع ستيب ستيب. ركزوا يا شباب. يا رفعت ايدها. طيب خلينا نتبع مع افياء. تفضلي يا افياء. معي افياء؟ معك. طيب افياء بدنا نتبع ستيب ستيب. فبنيجي احنا حكينا بنفتح سكوب للمين. الفانكشن ما بنفتح له سكوب الا لما يتم استدعائه. أما المين بنفتح له سكوب لأنه بيتم استدعائه مباشرة. يجينا عرفنا X بالمين وحطينا فيها كم؟ 8. بعدين إيش إجا عندي؟ Cout statement معناته عشاشة الأوتبوت. شاشة الأوتبوت واحدة للكل. فعشاشة الأوتبوت بدي يطبع لي X مين مظبوط تساوي ثمانية. القيمة اللي عندي 8. 8 تمام. وبنزل سطر جديد. بعدين بيجي بيطبع لي cout sqr لان sqr بده يضطر يفتح لها سكوب. بدي يروح يفتح لها سكوب. بيفتح سكوب لل sqr وبيبدا ينفذ بال sqr. اول اشي بيعرف فاريبل اسمه ايش؟ x. قلنا ما له دخل بال x اللي فوق والان بنشوف الدليل. لكن بدها تيجي قيمه من الاستدعاء. كم القيمة اللي اجته؟ نفس قيمة الاكس 8. فاجته 8. بعدين عرف فاريبل اسمه آر. واجا قال لي حط فيه اكس باكس. اي اكس؟ الاكس اللي عندي هون مش هاي الاكس. اوكي الاكس اللي عندي 8 8 64. 64. طيب بعدين ايش عمل؟ اكس بلس بلس هاي بتعدلها واحد بالثمانية. اي الثمانية؟ الاكس. اي اكس؟ التحت اللي تبدل السكور اللي بالسكوير بتصير تسعة. هاي بتصير تسعة. الان لما يجي يقول لي اطبع لي الاكس بده يطبع اي اكس؟ الاكس اللي عنده اللي هي كم؟ بتصير تسعة. فبده يجي يحكي بتصير تسعة اكس اس كيو ار تساوي تسعة. رجل انت حكيت بتصير هي ما صارت تسعة. هاي الثمانية ما إلها دخل بهاي التسعة. هاي الثمانية اللي هون. طيب الآن خلص من هون. هذا كله بيلتغي مزبوط وبرجع للفونكشن بطبع قيمة النتيجة تبعت الـ SQR اللي هي 64. طيب أفياء الآن السؤال لو كررنا هاي الجملة هون جينا حكينا بدي ارجع اطبع قيمة الاكس هون يا افياء. فبعد ما خلص طبع النتيجة 64 بده يجي على هاي الجملة بده يطبع لي اكس مين يساوي كم القيمة بتكون يا افياء؟ يا معي افتح المايك. دكتور كم القيمة بتكون؟ 8 تحت 9. هون اكس المين راح تكون 8 واكس السكور راح تكون 9.
ركزي معي فيها، حكينا انه زدنا جملة طباعة زيادة، اوكي طبعة اكس المين فوق وطبعها 8، بعدين دخل بالفونكشن وطبعة اكس السكوير وطبعها 9، وبعدين رجع على الفونكشن طبع النتيجة وطبع 64، بعدين ضفنا جملة تحت النتيجة اطبع لي اكس المين مرة ثانية، كم حتكون اكس المين؟ حتكون 8. حتكون 8 لأنها ما إلها دخل، ما تأثرت 8. بالزيادة اللي صارت على اكس السكوير، هاي نرجعنا للمين بعدها 8. اوكي هاي نشوف، اكس المين 8 السكوير 9 النتيجة 64، بعدين رجع طبع اكس المين 8. واضح يا شباب الفرق؟ طيب شكرا يا طيب الآن خلينا يعني نأخذ شوية يعني تعديلات برضو تعرفنا على الفونكشنز أكثر. من الأشياء اللي ممكن نتعرف عليها مثلا إنه الريتيرن تقدر تأخذ إكسبريشن، يعني بقدر ما أعرفش الآر هاي بالمرة ومباشرة ولا أعمل هاي، مباشرة أقول له ريتيرن إكس ضرب إكس بصير الريتيرن زي السي أوت تستوعب إكسبريشن، فهو مباشرة أول ما يدخل على الإكس ودخلت القيمة 8 بيجي هم بده يعمل ريتيرن، ريتيرن لإيش؟ بقول احسب هاي وعمل لها ريتيرن، فبحسب الثمانية بثمانية 64 بيعمل لها ريتيرن، فبعمل ريتيرن للفاليو 64 بيجي هم بطلع 64. أوكي بقدر أعمل زي هيك، هاي طبعا لي 64. طيب نقدر مثلا نيجي واحد افرضوا واحد حكى بدي اطبع مربعات الارقام من 1 لـ10. يا شباب مين يعملها؟ مين يعدل على هذا البرنامج يطبع مربعات الارقام من 1 لـ10؟ في حدا؟ يعني بدي اجي اقول له ممكن ما اعرفش اكس بالمره، يارا نشوف يارا تفضل يارا. ممكن نحط جمله وايل داخل الانت مين؟ طيب ممكن واحد ببساطه يجي يقول يا يارا اس كيو ار للواحد بعدين اطبع لي للاثنين للثلاث للاربعه للخمسه، صح؟ ممكن واحد هيك يجي يعمل، بس ايش بده يتغلب، صح؟ صح. احنا اخذنا شيء يعوض عن هذا الكلام، ايوه طبع لي مربعات الارقام من 1 لـ5 مثلا، بقدر اكمل للـ10، ايش اخذنا شيء يعوض عن هذا الكلام؟ اني اعمل لوب، فبدي اياك تستخدمي الفور لوب يا يارا. أوكي. شو اكتب؟ هذا اللي بتغير قاعد 1 2 3 4 بدي اعمله بفاريبل، مثلا ايش اسمي الفاريبل؟ خليني اقول بدي اسميه اي. يلا فشو اعمل الان؟ بدي احط جملة وايل واحط لا فور، بدي فور. اوكي بحط فور. فور اوكي بعدين بدي احط الكونديشن جوا. لا اول اشي مش الكونديشن بالفور، ايش اول اشي بالفور؟ اول اشي تعريف الكنترول فاريبل ونعطيه انيشال فاليو اللي هو سميناه اي احنا، فبدي اعرفه هون اقول له انتجر اي واعطيه قيمه ابتدائيه، بدنا نبدا بايش الاي؟ اي واحد بواحد، بعدين بحط الكونديشن اي اقل من، بدي اوصله لكم الاي؟ لا 10 مع ال10، فبدي يساوي وازيده كل مره 1، مزبوط؟
أي هيك حيطبع لي مربعات الأرقام من 1 إلى 10، أول لفة بيعطيه 1، ثاني لفة بيعطيه 2. هاي لو حكينا rebuild start without debugging هي طبع لي مربعات الأرقام من 1 إلى 10، 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. تمام، شكرا يا طيب يا شباب. الآن بدي نعمل function جديد. هذا الفانكشن بدي أسميه maximum function، بدي أسميه maximum. بدي هذا الفانكشن أبعث له 3 double values يرجع لي أكبر قيمة فيهم. يعني بدي بالمين لما أستدعيه أجي أقول له see out maximum of، وأعطيه 3 أرقام، أقول له مثلا 10.5 و25 1 و3 بالعشرة. اوكي، بدي هيك استدعيه، يقوم هو يطبع لي اعلى واحد فيهم ال 25. بدي ابعث له 3 ارقام لحاله يرجع اكبر رقم فيهم، الماكسيمم اللي فيهم. مين بيقدر يتبع معي؟ اول شيء البروتوتايب. كيف نعمل البروتوتايب؟ البروتوتايب سهل. يلا باخر كم من دقيقه ظلت بالمحاضره، يا حدا حاب يتبع معي يمشي ساعده. مين يشارك؟ دانية موجودة معنا؟ دانية افتح المايك. طيب دانيا مش موجودة، عشان نعرف من موجود من مش موجود. عمر، عمر دلقموني افتح المايك. لا ما شفتوش. عمر نمشي ستيب بستيب. من فوق دكتورة. من هون. أول إشي بدنا نعرف شو اسمه. حددنا اسمه ماكسيموم، اسمه ماكسيموم. طيب بعدين بدنا نعرف شو بيستقبل كم شغلة. 3 شغلات صح؟ 3 أرقام. وشو نوعهم اتفقنا؟ دبل وانتجر ودبل. لا قلنا بدنا إياهم دبل كلهم، هو الدبل بصير أعطيه انتجر ما عنده مشكلة. خلينا نبعث له، بدنا نتفق نبعث له 3 أشياء دبل. فإيش باجي هون بكتب؟ دبل 3 مرات دكتور ولا في بالضبط دبل؟ لا بالضبط، دبل فاصلة دبل فاصلة دبل، لأنه لازم يعرف كم عددهم، الشرط يكونوا نفس النوع مهم. فلازم أكتب له 3 أشياء. فبدي أكتب له بدي أستقبل أول إشي من نوع دبل، ثاني إشي من نوع دبل، وثالث إشي من نوع دبل. الآن ظل أقول له شو بيرجع اللي بيستقبل 3 دبل، الماكسيمم للثلاثة دبل شو حيكون؟ ماكسيمم بده يكون واحد منهم الماكسيمم. فايش بده يكون نوعه؟ دبل برضو اكيد دبل، مهم الثلاثة نوعهم دبل والماكسيمم واحد منهم في النهاية صح ولا لا؟ فاذا اكيد بده يرجع دبل برضو. طيب هاي اتفقنا على البروتوتايب، ظل الان امبلمنتيشن. الامبلمنتيشن عمر حكينا بناخذ البروتوتايب صح، بنعمل له بيست وبنلغي السيميكولون اللي بنهايته، وبنعطي اسماء للبارامترز. بنيجي مثلا نقول له الاول اسمه اكس مثلا، او خلينا نسميهم اسماء مفيده N1 N2 وN3. طيب الان السؤال كيف بدي اعرف الماكسيمم؟ لو اجينا عمر عرفنا فاريبل سميناه الماكسيمم، هو بدنا نحط فيه النتيجه مشان في الاخير نيجي نقول له ريتيرن للماكسيمم. بس كيف بدي احط النتيجه بهذا الفاريبل؟ الان هم 3 ارقام، فابسط طريقه افكر فيها اجي احكي انه الماكسيمم، نفرض الماكسيمم هو الرقم الاول، فبقول له الماكسيمم يساوي N1. الآن في احتمال يطلع الـ N2
أكبر من الـ N1 صح ولا لا؟ أيوة. كيف بقدر أشيك إنه الـ N2 أكبر من الـ N1؟ مش في عندي F؟ شو بقدر أجي أقول له F الـ A بس يعني أنا قلت له افرض إنه الماكسيمم هو الـ N1 بس بدي أقول له إذا طلع معك الـ N2 أكبر من الماكسيمم غير الماكسيمم خليه يساوي الـ N2 هذا بس إذا طلع أكبر أما إذا ما طلع أكبر خلينا على الماكسيمم يساوي إيش N1 وشو كمان بدي أعطيه احتمال ثالث else if بدون else دون else بجوز يطلع الـ N3 صح N3 الـ N3 أكبر من الماكسيمم بدي أقول له خليه للماكسيمم شو يساوي N3 تمام ممكن واحد يجي يحكي لا بدي اعمل اف مختلفه ممكن واحد يعني يفهمه بطريقه مختلفه ممكن يحكي بدي احكي اذا N1 اكبر من N2 and N1 اكبر من N3 بيكون القيمه هي N1 ام نعمل الطريقه الثانيه خلينا الان على الطريقه هاي اللي سويناها انا وعمر خلينا نعمل رن لهذا البرنامج نشوف فعلا بيطلع لي الماكسيمم ما بينهم ولا لا شكرا يا عمر I start without debugging طلع لي 25 وأنا شو دخلت له 10.5 25 1.3 لأن طلع لي الماكسيمم ولا لا طلع الماكسيمم خلينا نغير مثلا هاي نعملها 100.5 rebuild start without debugging rebuild succeeded start without debugging كم طلع لي 100 طب ليش ما طلع لي اياها 100.5 مين بيعرف شو الغلطه اللي غلطناها انت جربت تحت ماكس قلت انت جربت دبل هاي لازم تكون دبل هو ما كان عنده مشكلة فيها بس لغى إيش لغى الجزء العشري الآن الأصل يطبع للمية ونص تمام فهذا فانكشن ثاني حكيت لكم ممكن واحد يبنيه بطريقة ثانية ما بدنا يعني بس نلتزم بهاي الطريقة ممكن واحد يجي يحكي هاي بدي أعمل كومنت لهذا كله بالدقيقتين اللي ظلوا ممكن واحد يجي يحكي if الـ N1 أكبر من الـ N2 and الـ N1 أكبر من الـ N3 معناته أكيد الماكسيمم اعمل return لـ N1 أكيد الماكسيمم N1 else أنه عمر كان يقول نستخدم if else فممكن نقول له else if الـ N2 أكبر من الـ N1 and الـ N2 أكبر من الـ N3 يعمل لي return للـ N2 هو يكون الماكسيمم else إذا لا الـ N1 ولا الـ N2 أكيد return إيش؟ return للـ N3 يمكن واحد يكتبه بهاي الطريقة الفانكشن برضو make sense هاي rebuild start without debugging كمان طبع لي 100.5 يعطيكم العافية المرة الجاية نكمل إن شاء الله